هلا قربنا للحظة الحاسمة، بدنا نشوف بدهنة أطيب ولا بسمنة أطيب. هلا بنشوف. خليكم معنا. نعمل جات فتة فول مع حمص بكفي من 5 لـ6 أشخاص. بلزمنا علبة فول، علبة حمص، نص كيلو لبن. إذا ردنا نعيره بالمعلقة الكبيرة بيطلع معنا 10 معالق، 4 معالق طحينة، عصير ليمونة ونص، معلقتين سمنة، سنين توم مطحونات. هون يا أكابر عندي الرغيفين خبز قليتهم أنا قبل الفيديو مشان ما أزعجكم بالريحة. وهون عندي كمون وملح، وللتزيين بقدونس، رمان، أي نوع مكسرات أنا متوفر عندي البندق استعملته. أول شيء يا أكابر بدنا ناخذ الفول والحمص ونسخنهم على النار. هيك يا أكابر طنجرة صغيرة على النار، بنفضي الحمص والفول علبة بعلبة. وهلا بدنا نعمل تجربة عملية لنوع فتة جديد. لوقت يسخن عنا الفول والحمص بنحضر البايركس لنقدم فيه وبنحضر الخليط. هون بلزمنا وعاء يستوعب نص كيلو لبن. بسم الله. بنضيف عليه طحينة تقديريا 4 معالق. 2 3 4، ممكن 5 على حسب الرغبة إذا بتحبوا الطحينة ظاهرة. وهون يا أكابر بلزمنا عصير نص ليمونة ومعلقة ممسوحة ملح بهذا الشكل، وسنين توم مطحونات. هلا بنقلبهم كتير منيح مع بعض. ممكن نستعمل مضرب اليدوي، ممكن نضربهم بالخلاط. هيا يا كابر عنا الخليط جاهز، نحطه على جنب. هلا هذا الخليط بالذوق الشامي، اذا ردنا نعمل خليط بالذوق الحلبي نحن بنحب الطحينة تكون ظاهرة اكثر على اللبن، بنزود شوي تاني طحينة. هلا يا كابر بلزمنا بايركس، طبعا ما هو شرط بايركس. بننزل الخبز. بسم الله. نترك شوي، ممكن يلزمنا للتزيين وراح يلزمنا للتجربة راح نجربه. هلا يا كابر عنا الفول والحمص سخنوا، بدنا نصفي منه المي. بسم الله. بهذا الشكل بدنا نصفي منه المي ونتبلهم. هلا يا كابر هون عنا عصير ليمونة نصبه. بلزمنا كمون، معلقة صغيرة كمون، بلزمنا معلقة صغيرة ملح، معلش نحط المعلقة ممسوحة مشان ما يطلع مالح. هلا بنقلبهم مع بعض بهذا الشكل. هلا يا كابر بنصف الفول المحمص فوق الخبز بهذا الشكل. شوي شوي بدي اتركه مشان التجربة. هلا يا كابر بهالوقت بحط السمنة على النار. هي السمنة نفسها هلا بقلي فيها المكسرات اذا بدي احط مكسرات. هلا يا كابر باخذ الخليط بقلبه شوي وبنصبه فوق الفول والحمص. بسم الله. طبعا راح نترك شوي، بس هاي شوي بدي اتركه، بدي اضيف له شوية طحينة، معلقة طحينة. هذا الصحن اللي بدي اعمل عليه تجربة، شوية خبز، فول وحمص، وبصب عليهم الخليط اللي باقي. هلا يا كابر بعد مساحة السمنة بنزل المكسرات، بخليه ليتحمصوا، وبعدها بنطشها فوق الفتة. هيا يا كابر المكسرات اخذت لون،
ناخذ الدقيقتين بهذا الشكل. بسم الله. هلا بعد ما طشينا السمنه بنزين بالشكل اللي بدنا اياه. انا بدي ازين بهذا الشكل، وانتم الشكل اللي بناسبكم زينوا عليه. هلا بنصف هيك رمان بهذا الشكل بشكل مايل. من الطرف الثاني بناخذ بقدونس بهذا الشكل. هون بالاخير بنحط مكسرات بالنص خط بحيث انه يبين عنا هي الفتة سمنة، يعني يبين هون في سمنة. تمام، هي جاهزة. ضل عنا هذا الصحن الكتكوت الصغير. هلا يا كابب بلزمنا معلقة دهنة. هاي بدي اطشلها دهنة، دهنة مفرومة ناعمة لية بهذا الشكل. لما اجى على بالي اصور هاي الوصفة اجى في بالي فكرة انه هاي بدي انا اجربها بدهنة. فهل يا ترى هاي الاكلة كتير كتير قديمة، يعني انه شو ما خطر لهم يجربوها بدهنة، فيا اما خطر لهم وجربوها وطلعت ما ناجحة، يا اما ما خطر لهم. هلا بنشوف دهنة اطيب ولا سمنة اطيب. هيا يا كابر عنا الدهنة جاهزة. بسم الله. واو، بس هون الريحة أقوى بكثير. وهلا بناخذ يلي تبقى عنا البقدونس والمكسرات، معلش حبتين ثلاثة، والرمان. هلا قربنا للحظة الحاسمة، بدنا نشوف بدهنة أطيب ولا بسمنة أطيب. هلا بنشوف، خليكم معنا. هلا يا كابر وصلنا للحظة الحاسمة، انتوا ايش بتتوقعوا؟ الدهنة أطيب ولا بسمنة؟ راح اجرب اول شيء البسمنه. بسم الله. هي مع مكسرات. بسم الله. هلا لندوق الدهنه كمان، اخذ بهذا الشكل. بسم الله. هلا يا كابر اذا قلت لكم الدهنه اطيب رح تقولوا هدول حلبيه بحبوا يضيفوا دهنه للاكل، لذلك عم بقول الدهنه. بس صدقا الدهنه اطيب، جربوها وما رح تندموا، وجربوا مثلي، عملوا نص بنص مثلا وجربوا واحكموا. لا تنسونا التفاعل على الفيديو والاشتراك في القناه. بشوفكم بوصفه جديده. سلامات.